السلام عليكم. نحن منتسبو شركة المشاريع النفطية، جئنا من البصرة لناشد السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة أن يسعف الجهد الوطني. صراحة الجهد الوطني جاي يحارب من قبل، ما أعرف، قد تكون سياسة مقصودة أو غير مقصودة، جاي تعطى مشاريع على حساب الجهد الوطني لبعض المبررات اللي مقارنة بالإنتاج لا تقارن، كسيفتي وغيرها. مع العلم نحن مستوى السيفتي عندنا جيد جدا، واصل إلى مستوى الشركات الأجنبية. جهد وطني يجب أن يدعم بالمشاريع التي تنفذها وزارة النفط بنسبة محددة، لا نبقى تتصدق علينا بعض الشركات، ونحن شركة نمثل الجهد الوطني، نمثل الذراع الأيمن لوزارة النفط، وهذه بشهادة السيد رئيس الوزراء عندما كان وزيرا للنفط عادل عبد المهدي، وكذلك السيد جبار العيبي. شركة المشاريع النفطية تعتبر جهد وطني وذراع أيمن لوزارة النفط، فأول مطلب لنا وهو تطوير الشركة وتأهيلها لتكون بتوازي مع الشركات الأجنبية. الهدف الثاني، شركتنا من الشركات المربحة. على سبيل المثال أي مشروع تأخذه ب 30 مليار تنفق عليه 3 أو 5 مليار فتكون نسبة عالية من الأرباح، هذه الأرباح للأسف ما جاي تصل للمنتسبين بحجة الديون، بحجة ديوان الرقابة المالية وغيرها. نحن كمنتسبين حقوقنا جاي تهدر صراحة. مستوى الإفادات، تصور الإفادات، هاي أريد توصل للسيد الوزير، الإفادات الداخلية والخارجية 3 مليار لعام 2018، بينما أرباح المنتسبين 4 مليار لعام 2018. تصور يعني مستوى الإفادات لأشخاص محددين مقارنة بالأرباح ل 6000 موظف. تواجدنا اليوم من أمام مبنى وزارة النفط للمطالبة بحقوق شركة مشاريع النفطية. هذه الشركة صاحبة التاريخ الناصع والتاريخ الطويل في تنفيذ المشاريع الخاصة بوزارة النفط وخارجها، اليوم تعاني من تهميش واضح، وهذا التهميش حقيقة لا نجد مبرر له، كون هذه الشركة مهمة وعنصر أساسي في تنفيذ المشاريع الخاصة بوزارة النفط. لا أريد أخوض في تفاصيل المظلومية وتفاصيل المطالب لأنها كثيرة، لكن كموظف في هذه الشركة أطالب بتحديد ما هو مصير الشركة، ما هي نظرة الوزارة والحكومة إلى هذه الشركة، هل هي شركة رابحة؟ إذا كانت الشركة رابحة أعطوا كوادرها حقوقهم المادية والمعنوية. هل هي شركة خاسرة؟ ضعوا يدكم على مواضع الخلل وأصلحوه من أجل تحسين أداء الشركة وبالتالي منافسة الشركات الأجنبية وإعطاء فرصة أكبر للشركات الوطنية من أجل أن تأخذ دورها في رفع المستوى الاستثماري داخل وزارة النفط وخارجه. وشكرا جزيلا. موظفين من شركة المشاريع النفطية خرجنا اليوم بتظاهرة جماهيرية، الهدف من عندها هو تصحيح مسار العملية الإدارية داخل الشركة، وبالتالي الأرباح اللي مترتبة والديون مترتبة على بقية الشركات. احنا جاي نعاني من سوء إدارة اللي موجودة في سواء في مقر الشركة أو في الهيئات، في توزيع المناصب وفي الإدارة الفاشلة في إدارة المشاريع. يعني حصة شركتنا من المشاريع هي دون المطلوب، بقية الشركات الأجنبية تأخذ الحصص الأكبر من المشاريع، لكن شركتنا تأخذ نسبة ضئيلة بما تعطى للوزارة وزارة النفط. وبهذا الشكل احنا جاي نعاني، مع العلم شركتنا تملك المؤهلات وتملك من الخبرات ومن المعدات اللي تخليها هي أفضل الشركات، وممكن تقدم للبلد وتعطي أرباح للبلد أفضل من الشركات اللي جاي تنهب ثروات البلد وجاي تاخذ الاموال وجاي تصرف بدون وجع قلب مثل ما جاي نقول احنا. وبالمقابل شركتنا احنا جاي قلبنا على البلد وجاي نشتغل وجاي نقدم ارباح للدوله، لكن شنو المقابل؟ المقابل هو انه اداره فاشله، هاي اولا، وثانيا مشاريع ما جاي تعطى لدائرتنا من اجل النهوض بالواقع مالها، وبالمقابل ماكو مساواه بيننا وبين بقيه الشركات النفطيه بالوزاره.
تشوف انت الارباح اللي تستلمها بقيه الشركات تختلف تماما عن الارباح، يا اما يقولون كلها شركات نفطيه وطنيه حكوميه واحنا من الشركات الناجحه، ويا اما يقولون بان هي شركه فاشله فيلقوا لها حل، يا اما يغيرون الاداره ويا اما يلقون لنا صوره حل اخرى. شكرا جزيلا. نحن موظفين في شركة المشاريع النفطية، خرجنا اليوم متظاهرين بتظاهرة سلمية. شركة المشاريع النفطية متكونة من عدة هيئات، تبدأ من الجنوب إلى الوسط إلى بغداد، شركة إلى الشمال. شركة المشاريع النفطية تعاني إداريا واقتصاديا واجتماعيا. شركة المشاريع النفطية، أتكلم عن الموظف الذي يعمل في شركة المشاريع النفطية. شركة المشاريع النفطية تلاقي الموظف يعمل في أقصى درجات الحرارة رغم المعاناة، رغم المشاكل اللي يعانيها. أسوة بقية الشركات، احنا نطلب نطالب بأسوة بقية الشركات. تلاقي موظف اللي يعمل بشركة المشاريع النفطية بدرجات الحرارة برغم المعاناة ينتج يعمل، لكن الحقوق مسلوبة. مثلا شركة المشاريع النفطية أرباح لهذه السنة تلقى الموظف يستلم 250 ألف فقط. يا أخي ليش ونفط الجنوب؟ مو حسد إلى شركة نفط الجنوب ولا إلى المصافي، لكن أنا طالب بحقوقي أسوة بباقي الشركات. نفط الجنوب والمصافي يستلم كذا مليون كذا مليون، وبالنفط وبن شركة المشاريع النفطية يستلم 250. شركة المشاريع النفطية شركات مربحة، يدعون أنها خاسرة بحجة الديون وبحجة الرقابة المالية وما شابه. اللي طلبه شركة المشاريع النفطية أنه تحقيق مطالبها. الموظف اليوم شركة المشاريع ما طالب شيء غير مشروع. شركة منتجة تعمل نعم. حال بقية الشركات نعم. ما طالبين غير شيء غير شرعي حقيقة. مع ذلك أخي، مع ذلك شركة المشاريع النفطية اليوم، أذكر لك تصريح ذكر السيد الوزير السابق سيد وزير جبار العيبي لسنة 2018، شركة المشاريع النفطية حققت وانجزت 77 مشروع. يا أخي أسألك بالله، 77 مشروع، لو كل مشروع مليار أنت محقق مطالب هاي الناس كلها وما طلعت لك، وين راحت هاي الفلوس؟ يا أخي وين راحت هاي الفلوس؟ إحنا رايدين حقوقنا، ما طالعين غير شيء. أنا ما أقدر أضيف، ما الإخوان تكلموا بما يكفي، ما أضيف عليهم، بس أذكر رسالة واحدة. المطالب كثيرة وموجودة عند اللجنة إن شاء الله، موجودة عند الإخوان، حتى أفسح مجال الغيري. رسالة أوصلها إلى المرتزقين المستفادين من هذه المانع والتظاهرات، قسما بالله مو تهديد، احنا ناس موظفين ابن اهل الدوله نطالب بالقانون، نطلع تظاهره، حققوا ما حققوا، نطلع متظاهره كل ضد كل فاسد، نطلع متظاهرين الى حتى تحقيق مطالبنا. وشكرا جزيلا. شركة المشاريع النفطية نطالب بتطوير شركة المشاريع النفطية من خلال عقد شراكة وطنية مع شركات أجنبية، هذا مطلب عام يخص الشركة، وهناك مطالب خاصة تخص المنتسبين، منها أرباح سنوية للسنوات السابقة نطالب بإطلاقها لخمس سنوات ومقارنتها مع الشركات النفطية الأخرى. المطلب الثاني وهو تثبيت العقود والستمائة وثلاثة والأجر اليومي من ضمنهم حراس طبعا في مواقع العمل، ورفع التجميد عن 603 في هيئة الشمال. المطلب الثالث وهو تمليك قطع أراضي وحسب توجيه مجلس رئيس الوزراء الأخير. المطلب الرابع وهو أن يكون هناك دوام منصف للموظفين وجعله دوام 8 في استراحة 7، وليس كما معمول به حاليا، حيث أن الدوام 10 دوام فعلي وخمسة استراحة من ضمنها أيام السفر، وهذا مجهد بالنسبة للمواطن والموظف في شركة المشاريع النفطية. احنا من موقفنا هذا الناشد دولة رئيس الوزراء وكذلك السيد الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة بأن يستمع إلى مطالبنا، وهي مو مطالب طبعا، حقوق احنا نقول عليها، يستمع إلى حقوقنا ونريد تنفيذها ضمن مدة زمنية معينة. تظاهرتنا سلمية والحمد لله والشكر، وفي حالة تنفيذ المطالب لنا وقفة ثانية، ولكن
دعما للشخص الذي قام بانصافنا وتحقيق مطالبنا. اما في حاله عدم تنفيذ المطالب فاننا سوف نضطر الى التظاهر مره ثانيه وثالثه ورابعه لحين تحقيق المطالب. ايضا لدينا مجمع العبيدي لم يتم تمليكه رغم ان لدينا موافقات سابقه من دوله رئيس الوزراء، ثلاث موافقات سابقه، ولهذه اللحظه مجمع العبيدي لم يتم تمليكه لشاغليه. فراجين من الساده المسؤولين الاستماع الى مطالبنا والانصات اليها ووضع الحلول المناسبه والسريعه. ونطالب اخيرا وليس اخرا وضع الرجل المناسب في المكان المناسب لغرض النهوض بواقع شركة المشاريع النفطية من وضعها الحالي مع التقدير. نعمان خلف جودة، مدير القسم المالي في هيئة مشاريع بغداد. شركة المشاريع النفطية قسم عمليات الجنوب من البصرة، مطالبنا واضحة وصريحة. احنا اول مطالبنا نريد ارباحنا تكون اسوة بالدوائر النفطية اللي عاملة بالبصرة وغير البصرة. ثانيا عندنا مطالب وهي صميمية، توزيع قطع الاراضي بالتساوي وباسعار رمزية، تثبيت العقود. احنا الان تعرف انت جنابكم المشاريع النفطية شركة رائدة في مد الأنابيب والخزانات، ماكو نفط جاي يمشي الآن بالعراق، كل العراق إلا من خلال المشاريع النفطية بهيئاتها الثلاثة. احنا الآن مغبونين، جينا من البصرة نطالب بحقنا، هذا الغبن طالنا حيل، يعني جاي ينكد السنة 12 شهر احنا نشتغل 13 شهر بدون فائدة. يعني ما ممكن واحد عنده خدمة 25 سنة ياخذ أرباح 350 ألف، ما ممكن يعني. فشوف الخلل وين، الخلل عندنا بالجنوب، الخلل عندنا هنا بالإدارة موجودين. فالآن اللي احنا جينا نطلب حقوقنا، ما نريد غير الحقوق اللي نطالب بها. احنا عندنا غبن مو طبيعي، احنا خاصة شركة المشاريع النفطية من كل شيء مغبونين، بالنسبة للأرباح، بالنسبة خل أحكي لك أول شيء إنه أنا ساكنة مجمع نفطي صار لي 22 سنة ساكنة به، هو عبارة عن كرفانات وبوقت المطر نغرق، مو شلون ما كان نغرق إحنا يعني زين. إنه نطالب دائما يا بملكونا سوونا حلول، إلا من هالناحية ما حد يسمعنا زين. وعندنا موافقات هواية من جهات، من رئيس الوزراء، من كان جعفر استاذ جعفر الحدث سيد المالكي والحدث نطالب وما حد ينفذ. هاي وحده. بالنسبه لي انا زوجه شهيد، يعني بعد كم يوم خدمتي 32 سنه، بعد كم يوم اذا طلعت من الوظيفه راسا يقولوا لي طلع من البيت زين. الشهيد اللي ضحى بدمائه على مود هذا الوطن، شنو النتيجه مالتي انا هسه صاحبه جهال اربعه، شنو نتيجتي؟ هاي وحده. بالنسبه للشركه عندي هم خدمه 32 سنه، ارباح 2018 تطلع لي 500 و400، مدير هيئه كبرى يطلع لي 700، ارباح سنه هاي، مو لا اقول لك شهر ولا شهرين. فلوسنا وينهن زين. عندنا ارباح من سنه 2013 لحد 2018 ما نعرف وين ما وين. وغير هواي عندنا مطالب احنا هوايه يعني، بس نقول اقل شيء هن ذني. وما حد الشعب الوحدات كلها لغوها باعتبار انه احنا تقليص عندنا بالشعب هناك، ورجعوا كم وحده، رجعوا كم شعبه استحدثوا باعتبار انه ماكو. ليش عاد هالاستحداثات بدها تجي منين؟ طبعا احنا شريحه كلش مظلومه بوزاره النفط، يعني احنا طلعنا نطالب بحقنا، يعني نريد نصير مثل باقي الشركات الباقيه. يعني هواي عندنا مطالب، اول شيء تمليك الاراضي، ثاني شيء تثبيت العقود، ثالث شيء يعني احنا هسه اللي عندنا اذا ياخذ دوره لا يعطون مكافاه او كتاب شكر للي ياخذ محاضره ولا اللي يطلع من الاوائل زين. ليش يعني هواي عندنا حقوق مسلوبه، يعني نريد نطالب بيها يعني. فاحنا يعني
جايين نسوي شيء يعني بدنا نوصل صوتنا، بلكي لعل وعسى احد يسمع صوتنا يعني. يعني شوف احنا شريحه كلش مظلومه يعني بوزاره النفط، محسوبين هيك يعني. اخي العزيز، شركه المشاريع النفطيه تابعه لوزاره النفط بس بالاسم، شركه مظلومه دائما بالارباح بالمخصصات، هي مظلومه ما اعرف ليش. الجميع الانابيب اللي تنفذ من قبل وزاره النفط هي تنفذها شركه المشاريع النفطيه، جميع الخزانات تنفذ من قبل المشاريع النفطيه، سنويا ارباحنا هي اقل ارباح بالشركات النفطيه. نريد نعرف السبب شنو. يقولون ديوان الرقابة المالية حسابات ختامية ماكو، ليش ماكو حسابات ختامية؟ أرباحنا أكثر من بقية الشركات بس ما جاي نستلم أي شيء، أي مردود على الموظف ماكو. فنريد نعرف السبب. اليوم احنا متظاهرين نطالب من السيد الوزير ينزل يشوف المطالب مالتنا ويلبيها، لأنه صار أثر نفسي سيء على جميع المنتسبين في شركة المشاريع النفطية. فإحنا نريد حل لهذا الإجراء، مو سنويا نجي ونطلع نتظاهر وبدون أي نتائج. فما نريد تقنعنا الوزارة بحافز إضافي أو مبلغ بسيط، لا ما يعادل الجهد اللي ينفذ من قبل كادر شركة المشاريع النفطية. فهذا اللي نريده إحنا، نريد أرباح مقاربة أو مساوية لأرباح بقية الشركات النفطية. والله احنا كشركه مشاريع نفطيه تابعه للقطاع النفطي، باقي الشركات جاي تاخذ ارباح سنويه يعني من الشركه، شركتنا جاي تشتغل كشغل اكثر من باقي الشركات، كمشاريع تنتج بس تجي الارباح السنويه يعني العفو الارباح السنويه. هسه انا خدمه عندي 25 سنه، اخذ ارباح سنويه 400,000، باقي الشركات 6 ملايين 7 ملايين، اضافه الى مطالبنا قطع اراضي 25 سنه انا لا قطعت ارض بالشركه، افادات ماكو شركه بالقطاع النفطي ماكو افادات لحد الان، انا لا طالع افاد لا ارباح لا قطعت اراضي، يعني خلينا نقول مستقبل الشركه نحو الاسوء. احنا طالعين حتى نعدل وضع الشركه، نقلع الفاسدين، نغير المدراء الفاسدين، تغيير الشركة. بالنسبة للوقفة الاحتجاجية، هي وقفة احتجاجية سلمية تتضمن مطالب المتظاهرين وهي على شقين. الشق الأول هو عام، وهو لتطوير الشركة بعقد شراكة مع شركة طرف ثالث، شركة أجنبية لتطوير قابليات الموظفين. هذا بالنسبة للشق العام. الشق الخاص هو بالنسبة للأرباح الموظفين، يعني هل من المعقول موظف في سنة كاملة بحرها وبردها زين، يعني تأتي نهاية السنة أعطيه أرباح مثلاً 200,000 أو 300,000؟ هل من المعقول هذا؟ زين. منها بعد قطع الأراضي للموظفين، توزيع قطع أراضي للموظفين. نحن موظفين وزارة النفط، إلى الآن لم نستلم شبر، وليس قطعة، شبر من الأرض ما مستلمين. زين. والكثير من عندنا يعني خدمتهم يعني ما يقارب 25 سنة 30 سنة. زين، مو أتكلم عن نفسي، الموظفين القدامى اللي هم قبلنا يعني. فكل المطالب متظاهرين هي لمصلحة الشركة أولا، وثانيا هي لمصلحة الموظف. احنا موظفين من وزارة النفط من قسم المواقع، احنا نطالب بحقوقنا، لا اعطونا قطع اراضي، لا اعطونا ارباح، لا اعطونا مكافآت. 50,000 و30,000 كانت للاقسام
وبسبب التقشف لقوها. احنا نطالب، ما عندنا مبالغ، ما عندنا فلوس، علينا المسؤولين يحاسبونهم، يحاولون للنزاهة. احنا نريد كل السبل القانونية، احنا ما طالعين ضد شخص واحد، احنا نريد، احنا شغل كادر عندنا، مواقع عندنا، موظفين جاي نشتغل ليل ونهار وخفارات. احنا نطالب ليش ما تتشكل لجان لجنة مجلس تحقيقي ونطالب بحقوقنا. احنا موظف يطلع كل واحد 63 سنة ما لها قطعة أرض، احنا ذا الطبقة الموظفين الوسطى هيج معدومة. زين ايش خليتوا للكاسب؟ ايش خليتوا للطبقة الوسطى؟ احنا يوم عن يوم الموظف جاي يتدمر. لا طلعنا ذيك السنة وطلعنا قبلها ماكو اي حلول جذرية. احنا لولا وجود القنوات ولولا وجود صوتنا جاي يوصل لكم، احنا ما جاي نحصل شيء. احنا نطالب مجلس تحقيقي، احنا نطالب بالارباح، نطالب مكافآت، نطالب قطع اراضي، نطالب تثبيت اجوري اليومي. عندنا موظفين والله جاي يشتغلون ليل ونهار. احنا نريد تشكل لجان فورية، واليوم مظاهراتنا سلمية، باكر عقبه نقطع الشارع، باكر عقبه احنا ما نطلع خارج السلمية، كل حقوقنا مطلوبة. موجودة للمشاريع النفطية حاليا واللي جاي ومتعنين هاي المسافة كلها وقاطع على مود ينقلوها، هي صراحة مطالب كلش بسيطة. كل اللي رايدين انه الارباح تكون اسوة، الارباح تكون اول شيء اسوة باقي الشركات النفطية، باعتبار انه شركة مشاريع النفطية هي تابعة لوزارة النفط اولا، ثانيا تمليك الاراضي، قطع الاراضي فوق هذا كله الشركات اللي مثل ما تفضل الاستاذ احمد عبد الجبار قبل شويه قال انه شركتنا شركه مشاريع النفطيه تشيد المستودع وتكمل المستودع وتكمل الخزانات وتالي ما تالي يصدر الانتاج، واللي يستلم هو مثل شركه النفط الجنوب الارباح مالته تكون مضاعفه نسبه الى المشاريع النفطيه، بحيث يعني ارباح المشاريع النفطيه تكون افلاس بالنسبه للمشاريع، بينما هو الاساس المشاريع النفطيه باثناء العمل. فريد نعرف صراحة شنو السبب اللي خلى التفاوت هذا الموجود بينما هي شركتين تابعات الوزارة النفط. هل يا ترى السؤال انه شركة مشاريع ما تابع لوزارة النفط، حتى يقولون اذا ما تابع لوزارة النفط حتى نتخذ غير مجرى، ما دام وزارة النفط بس ما جاي تستلم اي حق من حقوق وزارة النفط، لا من ناحية الارباح حال الشركات الباقية، ولا من ناحية تمليك الاراضي، ولا من ناحية الحوافز المستحقات الباقية. فاحنا بصراحة نطالب من هذا المكان وزير النفط المحترم بالنظر الى هؤلاء الوجوه التي بصراحه اسودت من الشمس وبصراحه ملينا، يعني تعبنا كلش تعبنا، فنطلب من الوزير انه ينظر هالناس الفقراء اللي تعنت واجت من ذاك المكان واجت بغداد على مود تنقل مطالبها. فنرجو منه انه ان شاء الله تكون يتساهل ويا الموظفين المشاريع النفطيه ويطلب اللي يردوه. احنا حاليا طالعين كوادر من كوادر الوزاره احدى الشركات العملاقه شركه المشاريع النفطيه. مطالبنا واضحة، يعني مرارا وتكرارا نطلع مظاهرات نطالب حقوقنا، للأسف ما يتحقق 10% من المطالب ما تتحقق. المطلب الأول هو توفير أراضي لمنتسبي الشركة أسوة بباقي الشركات النفطية اللي حصلت هذا الحق من زمان. على مدار هاي السنوات العمل بشركة المشاريع النفطية عمل شاق جدا في الصحراء وفي المناطق النائية على مستوى موظفين قدماء، يعني مدراء فنيين درجة ثانية ودرجة ثالثة، الإضافة إلى الكوادر الهندسية تعمل في الصحراء مناطق النائية تعاني ما تعاني وما تحصل حقوقها حقيقة. أسوة بالناس اللي قاعدين وراء المكاتب نشوف أكو غبن. الأرباح نشوف أكو تفاوت بالأرباح بين شركة وشركة، الشركة أرباحها 10 أضعاف اللي ما تستحصله الكوادر بالشركة المشاريع النفطية. أكو تفاوت بالرواتب، ثلاث سلم رواتب بالوزارة. بعد 2009 أكو سلم 22 اللي يسمونه سلم وزارة المالية، واكو ناس تاخذ سلم على نفط الجنوب، واكو سلم ثالث ما اعرف سلم اخر، فاكو تفاوت بالرواتب بين المنتسبين قطاع النفطي. بالاضافة الى موضوع تثبيت الاجور اليومية
و603 ايضا مطلب اخر، وشكرا لكم. اليوم 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 نبقى للصبر.